السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه كاتب بيخليك تكتب المقالات، يعني تديله بس ايه الكلمات المفتاحية، هو يبدأ يعمل لك مقالات سواء بالعربي او بالانجليزي، والاداء بتاعه كويس. طيب، في دلوقتي نزلت شوية ادوات جديدة، تعال نبص عليها. باور اب زي بالكمود يعني ايه؟ يعني بتقول له انا عايز كل يوم تكتب لي مقالة عن الذكاء الاصطناعي، فهو مش هكتب لك مقالة واحدة، لا كل يوم مقالات. تمام، فدي من ضمن الخدمات الكويسه جدا، كرييت سكادول مالتيبل ارتكل. ممكن تختار هل هي باراجراف ولا عايزها ريفيو ولا نيوز، شكل المقاله اللي انت عايز انها تتكتب، وعايز اللي بيتكلم يبقى بيتكلم باسلوب، يعني بتكلم عن نفسي ولا بتكلم عن شخص اخر، ثيرد بيرسون. وممكن احط لك صور كمان على المقاله. طيب تعالى نشوف ايه تاني. في مثلا ان انت تصدر المقاله اللي هتتكتب دي اداه مجانيه، تصدرها لبي دي اف او ملف وورد او ملف تكست. ممكن تعمل اكتف، يعني تبقى موجوده معاك في كل الادوات اللي انت هتستخدمها بعد كده. في بلاجريزم تشيكر، تمام، بحيث ان المقاله بتاعتك يقول لك ان نسبه قد ايه الاقتباس. ولو جيت هنا جريت نيوت تقدر ان انت تشوف انواع كتيره من الكتابات. عايز تعمل حاجه على الفيسبوك، على الفيسبوك، على الانستجرام، او او او، يبدا ان هو يظبطها لك. طيب خلينا مثلا نقول له انا عايز اكتب مقاله، هتلاقي ظهرت اهي الاكسبورت للبي دي اف والوورد. لما تكتب المقاله تقدر ان انت تعملها داونلود لاي واحده فيهم. طيب انا عايز الموقع يبقى بالعربي بدل اي ان ديت، هقول له اي ار ونجرب كده. الموقع اتحول هو كله بالعربي، فتقدر ان انت بقى تشوف صور متعلقه، يعني يحط لك صور جوه المقاله اللي بتتكتب. تمام، هعمل لها تفعيل ووافق. يبقى كده هيحط، هو بيقول اعمل لي مقاله مثلا عن حديقه الحيوان، يبدا يحط لي صوره اسد، صوره زرافه، الحاجات زي كده. ده فحص النسخ. تمام، هفعلها بحيث انها تكون معانا واحنا شغالين. تصدير المحتوى، احنا مصدرينها. بيقول لي اكتب محتوى من المصادر بشكل ادق، يعني يبدا يعتمد على مصادر معينه. تمام، نديله مصادر. طيب دي من ضمن الحاجات اللي هتبقى كويسه. فهسيب لكم رابط اسفل الفيديو، تلاقي ان انت ممكن يكتب لك اي موضوع انت حابب تشتغل عليه سواء عربي او انجليزي. هتقول له مثلا كلام بالعربي، هيعمل لك مقاله كلها بالعربي، او بالانجليزي يعمل لك بالانجليزي، او تقدر تديله بعض الكلمات يحط لك وصف في الفيديو في مثلا اليوتيوب، بحيث ان هو يزود نسبة المشاهدات.